العدسة اللاصقة إذا لبسها الإنسان هل تتم طهارته وهو قد لبس هذه العدسات، سواء كانت هذه الطهارة غسلا أو وضوءا؟ جزاك الله خير. أولا ينبغي أن نسعى عن لبس العدسات قبل كل شيء. العدسات الطبية إذا كانت لتقوية النظر فلا بأس بها، لأنها مما من الله به على العباد ويسرها لهم، وهي أيسر من المرايات المتنقلة هذه، بشرط أن لا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل، وبشرط أن لا تكون هذه العدسات الشيء الثاني، العدسات التي تلبس للتجمل، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب، اللهم إلا إذا كانت ساوة عينيه مشوها فهذا لا بأس به، لأن هذا إزالة عين وليس زيادة تجميل. لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل كما قال عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. على المرأة لا بأس أن تلبس هذا التجميل، بشرط أن لا تكون على شكل أعين الحيوان كأعين القطط والأرانب وما أشبهها، لأن مثال الحيوان لم يأتي في القرآن والسنة إلا على وجه الذم، كما في قول الله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العاية في هيبته: كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، وكقوله تعالى: في الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان، كذلك ما يشبه أعين الكافرات، وهذه المسألة أهوى من الأولى، لأن أعين الكافرات ليس بفعلهن. فعلى كل حال لا بأس به، هذا من جهة استعمال اللاصقات كما سمعت. أما بالنسبة للطهارة فهي لا تؤثر إطلاقا، لا في الغسل من الجنابة ولا في الوضوء، لأن داخل العين لا يجب غسل، بل ولا ينبغي أن يغسل، بل ومن التعمق بدين الله الضار للبدن.